تسلح. أولا تحياتنا لجهد النهاردة، كل الجهات المعنية في الدولة، حضرتك مع الطيران مع الخارجية مع كل الجهات، حتى يصل نادي الزمالك إلى السنغال، وبالفعل وصل إلى السنغال. إيه اللي حصل النهاردة في هذه الاتصالات؟ لا، هو طبعا تذكرنا يعني كوزاره او كجزء حكومي لما يبقى في مشكله، يعني ده دايما يعني ده وجود لما اداره الانديه واداره النادي بيرجع لمن يدير، يعني ده مش طبيعي يعني. لكن تدخلنا طبعا كان في ازمه، وطياره يعني كانت تتكون في شقيق الجزائر، وبعدين في طلوعهم في الحقيقه ما دخلوش مجال الجوي لاحد الدول، وبرجوعهم هم كلمونا النهارده يعني الحقيقه ولجأوا الينا. احنا يعني على الفور طبعا كلمت معالي وزير الطيران وتواصلنا مع وزاره الخارجيه، وطبعا الحمد لله معالي الوزير يعني تدخل بشكل سريع جدا. المفروض الاجراءات دي واخذ البرميشن بياخد وقت يعني، لكن انا يعني اعتقد خطط اجباري حتى لو في طياره خاصه، وده يعني دون يعني بيسموه جود انتنشن يعني هو يعني حاجه كويسه انك تعمل طياره عشان راحه الفريق وعشان ظروف الكورونا، لكن برضه لازم مراجعه كل الاسماء. وطبعا معالي الوزير الطيران يعني هيشوف ايه والاجراءات، لان دي مش مصر طيران خالص، دي احدى الشركات الخاصه. ويعني ما تمش الرجوع بشكل او اخر يعني لا، سيد وزير الطيران هيفتح تحقيق عشان يعرف ايه اللي حصل، سبب هيشوف طبعا هيعرف ايه اللي حصل وكده بسيادته يعني. لكن حل الازمه كان سريع جدا وقوي جدا، مش من خلال مصر الطيران خالص حصل، لكن الانفورميشن نفسه او الحاجات الاداريه اللي بتتاخد المفروض في الاجواء والتصريح. المهم الحمد لله ان قدرنا ان احنا يعني الموضوع ده يتم التغلب عليه ووصلوا بالسلامه ومتابعتهم وربنا يوفقهم، انما الدور اللي المفروض نقوم بيه بنقوم بيه. كان لسه معانا الاستاذ كرم جبر وبيتكلم على الاجواء الرياضيه وتهيئه الاجواء الرياضيه وبعض البرامج اللي اتكلم عليها، اللي بيحصل من عبث في عمليات اللي بتحدث في بعض البرامج الرياضيه، وقال انه سيادتك ربما تطرح قريبا مبادره اهلي زمالك، زمالك اهلي. والله انا بنشكر الاول يعني مجلس القنصليه الاعلام برئاسه الاستاذ كرم ودوره الكبير جدا اللي دايما بيقوم بيه حقيقه يعني، ومشكور في مبادره لا للتعصب اللي احنا ماشيين فيها او اجراءاته اللي دايما بيقوم بيها. احنا يعني بالعكس احنا يعني كل مؤسساتنا الرياضيه والحاله التهدئه العامه ده مطلوب، وده دورنا ك يعني وزاره الشباب والرياضه في الحياه. فاضل طبعا احنا الاجواء الرياضيه تبقى يعني بقدر يعني عمل الدوله بقدر سرعه الدوله بقدر احتياجنا ان الرياضه يعني في قطاع البطوله تكون موجوده وبقوه وكل مؤسسه تدير نفسها بشكل يعني بما ينبغي. ده اللي احنا بنطلبه يعني، بنطلب حاجه ثانيه، لان ادوارنا كوزاره شباب ورياضه ادوار كبيره جدا في قطاعات الشباب وكبيره جدا في قطاع التنميه والصحه والرياضه واستضافه البطولات، لكن بنترك المجال يعني الاتحادات تدير ذاتها يعني وهكذا يعني. لا، لكن وارد ان يبقى في هذه المبادره بين الاهلي والزمالك يعني زيارات متبادله تهيئة طبعا. يعني احنا بنتشرف بحاجه يعني اي اجواء تكون موجوده ما بين المؤسسات والداعمين لاي حاجه تؤدي الى يعني استدامه كده الوسط الرياضي، احنا داعمين لاي مبادرات. سيادة الوزير، كان معانا من شويه الاستاذ عصام سالم وسالته عن الفلوس والحجز على اموال نادي الزمالك، وقال لسه احتمال يكون بكره، هل قريبا يتم رفع هذا الحجز عن اصول؟ بص انا الملف ده اصبحنا خلاص يعني هو دخل او راح لحته، احنا بنقدر وزير عملنا ادوارنا وخلاص يعني، ده دور جهات تحقيق، احنا دورنا خلاص احنا بره هذا الموضوع. كل اللي بنعمله ان المؤسسه نفسها يعني نبقى موجودين وراها. يعني الوضع قدامنا في يعني مشهد موجود قدام الناس كلها او قدام الاعضاء، احنا بنحاول زي ما بنعمل مع كل المؤسسات، كل المؤسسات احنا داعمين وراها بنشوف ايه اللي يتعمل. بس هو خلاص الموضوع ده يعني احنا بالنسبه لينا ما بنتكلمش فيه تاني خلاص كوزاره، لان احنا عملنا يعني الدور العمل خلاص خلص يعني. بس سيادة الوزير، خلال يعني يناير وفبراير بنتكلم على بطولتي عالم كرة اليد ثم الرماية اللي هتبدأ بكرة، ماذا يعني هذا الأمر أيضا
يعني 32 دولة في اليد و32 دولة أيضا في الرماية، يعني إيه وإيه الإجراءات اللي عاملينها أيضا بطولة الرماية؟ هل زي اللي كان في اليد نفس الإجراءات فقاعة وكده؟ بص حضرتك يا أبصر دي بتختلف، لكن كإجراءات صحية بتختلف عن الألعاب الجماعية، لكن كإجراءات صحية أكيد إحنا موجودين بنقوم بيها بننسق مع وزارة الصحة على طول في أي حاجة، وكل الشكر والتقدير لوزارة الصحة. الوضع هنا كلعبة فردية احنا معها كودها بيختلف الأداء، لكن الاحترازات الصحية موجودة. نظام الطفل أكيد بيختلف من نظام التام اللي كان موجود، لكن أيضا بيكون في حد بنشتغل عليه مع وزارة الصحة واللجنة المنظمة، إن شاء الله برضو يعني 31 دولة وبما فيها مصر وحوالي 400 رامي موجود، إن شاء الله تعمل حاجة كويسة. وده بيتم في ميدان الرماية بنادي 6 أكتوبر، نادي الصيد في 6 أكتوبر، تنسيقا طبعا مع الاتحاد المعني والاتحاد الدولي يعني. طيب إجراءات الناس دي لما جت اتعامل معاهم ازاي؟ نفس الإجراءات اللي كانت قبل كده كلجنة منظمة، عملية استقبال، انتقال الفنادق من وإلى الصلاة، كل ده موجود بأسست موجود ما بين الوزارة والاتحاد المحلي في لجنة منظمة. كل ده موجود مع اشتراطات الاتحاد الدولي موجود ده كل ده. امبارح كنت في مع اعضاء مراكز شباب جمهوريه في المدينه الرياضيه قبل عده ايام، حضرتك في شمال سيناء. قول لي يا فندم الفكره من هذه التجمعات. احنا اولا يعني كدور منوط الينا، وطبعا دايما التوجيهات القياده السياسيه بالاهتمام بالشباب والنشأ، ويعني بناء الانسان المستمر والتصدي لكل شائعات، اكيد احنا دورنا موجود ملتزمين بهذا العمل. عشان كده احنا عندنا اتحادات نوعها زي اتحاد المصري لمراكز شباب مصر اللي مع مراكز شباب، وايضا هناك يعني شباب كائنات شبابيه، شباب مراكز شباب اللي شباب يعني في عندنا لكل المحافظات شباب متطوعين داخل مراكز شباب ومهتمه بمراكز شباب ويتعاملوا اعلاميا والسوشيال ميديا لمراكز شباب، لكن مع الاداره المختصه في الوزاره والاتحاد مراكز شباب مصر وايضا الشباب المتطوعين كان في منظومه شبابيه رياضيه، واضطرنا ان احنا نعملها في العاصمه الاداريه عشان نؤكد على يعني الانشاءات الرياضيه المدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه يعني مشتملاتها، وكان ملتقى رياضي وفي 13 محافظه مراكز شباب وشباب مراكز شباب منها المرتبط بأنشطة شبابية والكشافة وأيضا الأنشطة الرياضية ويعني زي برضو مباراة الكرة اللي اتعملت، وده يعني اللي فيها كمان بنوري الشباب شبابنا شباب المصري لمنشآتنا الرياضية، وفي نفس الوقت بيكون لقاء شبابي شبابي يعرفوا بعض الشباب زي برامجنا الأخرى، هنكون في الصعيد في برنامج مماثل أيضا زي ما بنعمل برامج أخرى الرياضيه اللي بنلف بيها في كل مكان زي ما رحنا شمال سيناء، ايضا ان احنا بندي رسائل مختلفه بصفه خاصه يعني وفد الوزاره اللي حصل يعني مبيت ليله هناك، ودي يعني حاجه بنوصلها بشكل كبير جدا يعني. عجبني كمان حضرتك لعبت معاهم كوره. احنا يعني لازم على طول مشاركه شبابيه يا ماراثون يا كوره، لان يعني مين اللي فاز؟ انا قبل ما يخلص الماتش بقى بمشي عشان ما تحسبش عليا النتيجه. لا انا شايف حضرتك بترقص اهو بتلعب الكوره يعني حاجه جميله يعني. شويه. والله. لا يعني لا بتبقى مشاركه كويسه يعني، زي ما قلت انا اتكلمت يمكن امبارح بقول ان المسؤول لما يبقى مع الشباب معاه وقاعدين معاه بيلعبوا معاه ده بيدي حاجه ثانيه، انطباع ثاني. الحمد لله ما احنا بنشوف ستاد برايس بينزل بالعجله مع الشباب وبيروح لشباب الكليات العسكريه في تدريباتهم الرياضيه وبيجري مع يعني يعني برضه يعني في قدوه موجوده، وشفنا مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بيلعب معانا مع يعني الوزراء في فتره لما كنتوا في العالمين تقريبا لما كنا في العالمين الحمد لله يعني في يعني قرب العلاقه ما بين المسؤول ومن يعني ومن يدير دي حاجه مهمه جدا يعني. هم الشباب مش خايفين يدخلوا على حضرتك ليه في الكوره؟
من بعيد. لا والله ادخله، ده بالعكس ده احنا احتكينا اكتر من الكاس. كنت ما عادش اجيب جون، عايز اجيب جون ما عادش اجيب. شايف من بعيد يعني مترين ازاي بقى احنا بنلعب يعني. طبعا طبعا طبعا. استاذ الوزير طبعًا. دايما بنسعد بحضرتك وبنشاط حضرتك والله ومجهود حضرتك كمان. يا رب يخليك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك.